ولنقاش التجاذبات الحاصلة في لبنان على خلفية توزيع لقاح كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية محامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي. أهلا بكم سيدي. مرحبا، يا أهلا. بعد تهديد رئيس اللجنة الوطنية للتطعيم بالاستقالة في ظل تجاوزات النواب في تلقي لقاح كورونا، برأيكم ما الدوافع التي تجعل النواب يتجاوزون اختصاصهم والذي يحق لهم التشريع والرقابة على السلطات إلى التجاوز على السلطة التنفيذية وقراراتها؟ يعني بداية المشكلة لا تكمن فقط في مجلس النواب وفي أعضاء مجلس النواب، ولكن المشكلة تكمن في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في لبنان، وعلى رأسها وزير الصحة التابع لحزب الله. هذه اللجنة ووزارة الصحة هي من بدأت بإعطاء الأولوية لبعض المحسوبيات داخل مجلس النواب وداخل الأحزاب وفي السلطة والمديرين العامين من خارج لوائح والقوائم التي يجب أن تستفيد بداية من اللقاحات. والفضيحة في الأمر بأن عدد اللقاحات التي وصلت إلى لبنان وقدرها 25 ألف لقاح، ذهب منهم 13 ألف، يعني تقريبا النصف، لأشخاص من غير يعني المدرجين على القائمة، وهذه فضيحة كبيرة. هذا الأمر يعود إلى الفساد السياسي المستشري في لبنان، والذي أدى إلى ثورة 17 تشرين، والذي أدى إلى إفلاس البلاد من بعض الصفقات ونهب المال العام، وهم يستمرون الآن بنهب اللقاحات من درب المواطنين يعني الذين يحتاجون لهذه اللقاحات وفقا للقوائم. نعم، الحديث عن هذه القوائم، كان هنالك تحذيرات من البنك الدولي الذي يمول التطعيم في لبنان، إلى أي مدى تتوقع أن يسحب البنك الدولي تمويله لهذه الحملة بعد هذه التجاوزات، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية حددت بدقة الفئات التي تحتاج هذا اللقاح في الأولوية؟ الكوادر الطبية ولاحقا باقي الفئات من المواطنين المسنين وغيرهم. يعني طبعا هناك وضع محرج جدا للبنك الدولي، لأنه لا يستطيع أن يوقف هذا الدعم، لأنه يتعلق بصحة الإنسان وبحقوق الإنسان بالدرجة الأولى. ولكن يجب أن يكون هناك وصاية معينة خلال البنك الدولي أو الجهات المانحة بشكل مباشر على توزيع اللقاحات في لبنان، لأن الإدارة في لبنان غير مؤتمنة على ذلك. يعني لا، يجب أن لا يتم أو يدفع ثمن المواطن اللبناني ثمن فساد هذه السلطة، فعلى الجهات المانحة الدولية وعلى رأس البنك الدولي أن يشرف مباشرة على توزيع اللقاحات. كان هنالك أيضا الحديث عن هذه الطائفية، وأشرتم إليها من خلال جوابكم الأول عن وزير الصحة وتبعيته لحزب معين، إلى أي مدى تتجسد هذه الطائفية أيضا على الأولوية في تلقي اللقاح؟ يعني موضوع حزب الله وموضوع كورونا يعني موازيين في لبنان. أولا ما يسمى بالهيئة الصحية الإسلامية، وهي الجناح الطبي لحزب الله، هي تتواجد في المطار، في مطار رفيق الحرير الدولي، وتقوم بإجراء وإعادة فحص البي سي آر من أجل الحصول على مبلغ 50 دولار أمريكي، بالرغم من العقوبات الدولية على حزب الله، للحصول على 50 دولار أمريكي من قيمة بطاقة السفر للقادمين إلى لبنان. وهذا الأمر تشرعه وزارة الصحة ولا رأسها وزير الصحة التابع لحزب الله، وهذا تمويل لهذا التنظيم من البوابة الصحية، وهذا أمر خطير جدا. الأمر الثاني، القوائم الوفيات تجري الهيئة الصحية الإسلامية بدفنهم على أساس أنهم توفوا من جراء إصابتهم بمرض بفيروس كورونا، وهذا الأمر لا توجد أي جهة مستقلة تؤكد ذلك بأن هؤلاء توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس. ولذلك يستفيد حزب الله من التقديمات الدولية من خلال تولي دفن هؤلاء.
اليوم وزير الصحة بتوزيع اللقاحات من خارج القائمة التي وعدت يعني الحكومة اللبنانية واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بتوزيعها وفقا للقوائم ووفقا للتوصيات الدولية. هذا أمر خطير جدا. شكرا جزيلا لكم المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.